مع تجاوز ثوره تشرين عامها الاول واستعداد الثوار لتظاهرات مليونيه يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر تواصل الميليشيات في العراق ممارسه هوايتها بتكميم الافواه والقضاء على حريه التعبير عبر استهداف الناشطين والصحفيين وتعمد هذه الميليشيات الى اصدار قوائم اغتيال بين الفتره والاخرى وتنفيذها عمليا فضلا عن عمليات الخطف والتغيب وسط استمرار سياسه الافلات من العقاب كل ذلك وأكثر أدى إلى وضع البلاد في المركز 162 حسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020 وشهد العراق في السنوات الأخيرة انتكاسة للحريات لا سيما بعد ثورة تشرين حيث سجلت 373 حالة اغتيال طالت صحفيين وشملت جرائم اغتيال وتهديد بالقتل فضلا عن الاختطاف والهجمات المسلحة على بعض المؤسسات الإعلامية واشتدت حملات تصفية الصحفيين بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة صاروخية أمريكية في بغداد مطلع هذا العام، تبع ذلك حملة قمع وخطف لعدد كبير من النشطاء عجزت الحكومة عن معرفة مصيرهم ووضع حد للانتهاكات التي تطال من يخالف اجندة طهران، ومع استمرار عمليات القمع لجأ عدد من الصحفيين والمدونين إلى تغيير مواقع سكناهم أو الهجرة إلى خارج العراق أو الامتناع عن النشر وممارسة مهنتهم، بينما واصلت الصفحات ووسائل الإعلام التابعة للأحزاب والميليشيات سياسة التحريض العلني والتهجم على كل من يخالفها. ويؤكد حقوقيون وعاملون في مجال الحريات ان الصحفيين والناشطين المناهضين للميليشيات المرتبطه بايران والمتصدين لملف الفساد والانتهاكات الحقوقيه هم هدف رئيس لتلك الميليشيات المسلحه التي تهدد الدوله وتتلقى في نفس الوقت مرتبات شهريه منها بينما تقف حكومه الكاظم عاجزه عن تقديم اي ضمانات حقيقيه تكفل حريه الراي والتعبير مع علمها بالمتورطين بعمليات القتل والخطف دون الحاجه الى لجان تحقيق لكن موقفها المتواري وراء الخطابات والوعود يكشف عن حاله الضياع والفوضى التي يعيشها العراق اليوم